يا مرحبا يا شيخة المسافير، يا مرحبا يا شيخة المسافير، يا أم مساعدة من ياكم الحمد لله يوم ردك بخير، في رجعتك ترى يكبر فرحنا، عسى قهر اليوم فرحنا غير، ومليون مبروك بالسلامة منا، يا أم مساعدة تهني فعلك بخير، يا غالية يا عزنا وفخرنا، يا غالية يا عزنا وفخرنا. أبوك زايد شاي للمعاسير، في موقف الفزعات ما تونا، يجعل قبر روضه ونواوير، طيب الثنا والمكفلات تنا، وبناتك فارقات هم عن الغير، وهذا الزمن يقول انه زمننا، أم خالد والجمال اليوسفي غير، تستاهل الجبان لو مدحنا، تستاهل الجبان لو مدحنا. هذم فهد سيدة الغنادير، من وفها أبد مهما كتبنا، أم فيصل بالحسن زين المشاهير، إي والله بالأوصاف أبهرتنا، أم نجلة زادت بالحلا تباشير، كل الزهور زينها تغنى، أم رملها بين الغنا تكاسير، أسلوبها وجمالها تسحر الناس، وانك فالعسرات والتعاسير، يحكي عليهم من يروح عنا، يحكي عليهم من يروح عنا. يا مرحبا يا شيخة المسافي، يا أم مساعد أهلين يا كمرنا، الحمد لله يوم ردك بخير، في رجعتك ترى يكبر فرحنا، عسى قهر اليوم فرحنا غير، ومليون مبروك بالسلامة منا، يا أم مساعد تهني جعلك بخير، يا غالية يا عزنا وفخرنا، يا غالية يا عزنا وفخرنا. أبوك زايد شاي للمعاسير، في موقف الفزعات ما تونا، يجعل قبر روضه ونواوير، طيب الثنا والمدح لا تثنى، وبناتك فارقات هم عن الغير، وهذا الزمن يقول انه زمننا، أم خالد والجمال اليوسفي غير، تستاهل الجبان لو مدحنا، تستاهل الجبان لو مدحنا. هذم فهد سيدة الغنادير، من وفها أبد مهما كتبنا، أم فيصل بالحسن زين المشاهير، إي والله بالأوصاف أبهرتنا، أم نجلة زادت بالحلا تباشير، كل الزهور زينها تغنى، أم رملها بين البنات تأثير، أسلوبها وجمالها تسحر الناس، وانك فالعسرات والتعاسير، يحكي عليهم من يروح عنا، يحكي عليهم من يروح عنا. واستوديو لمسات رنين.